السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نعاودوا التجربه ديال الكبار، لكن هذه المره غادي ان شاء الله نمشي نتقدم غادي نمشي لديك البلاصه وتكملوا معايا في الفلوق. المهم دابا وصلنا للكبار، المهم دابا عندي لبس مع الكاسك. بسم الله توكلنا على الله. ديستانس واو 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 الشوار. يا السلام يا السلام يا السلام على هذا الكلام، يا السلام على هذا العلام. إنه الكواد يا أحبتي في الله، إنه الكواد. يا السلام يا أحمد، أحمد العفوان. أحمد واحد المنظر واعر هنايا. داكشي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الكلام. إنها الحياة السعيدة، إنها تجربة رائعة في الأدغال مع لوبانا ترافل. يمكنكم السفر عبر العالم. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المنظر الجميل والحجارة المبعثرة في الأرض. نحن معكم من الدشرة عبد الرزاق الجزيرة. والغابة والشجر، والشجر وغابة، الغابة والشجر والحجر اللي كاين هنا، الحجر والشجر والغابة. وحنا
يمشون هبطوا هذا البحر ما كان عفط. سبحوني هذوك، انا جاي عندكم الاخوان. المهم تجربه واعره بصراحه، وهاد الكواد واعرين كاليتي بوم. وافق جيت. واو 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 واو، على منظر كدير، منظر واعر، منظر واعر. يا سلام يا سلام، انها الحياة، انها الرفاهية. واو 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 واو، تجربة واعرة الصراحة، تجربة واعرة. الاخص اللي كانت الناس اللي خرج معاهم مزيانين، والماتيريال مزيان، يعني الكواد واعرين. وغادي نعفط وغادي نعفط وغادي نعفط. والله لا زعما شنقول لكم، خسارة ما عنديش جو برو، خسارة. كنسجل صوت بوحدو، فيديو بوحدو بالكاميرا هذيك اكسيون كامل شريت، حيت هذيك كنت شريت ما عندهاش بلاصة الميكرو. ما طلعش حاجة واعرة، ولكن غادي تعذبني. ماشي مشكلة باش ندير لكم شي حاجة مزيانة، وتعيشوا معنا التجربة. ونصح أي واحد بغى يجرب شي حاجة في حياته يجربها، ما تبقاش فيه، وتجرب أي حاجة بغيتي في حياتك، ودير داكشي اللي باغي، ما تسناش الناس يديروا ليك. وهذا مكان ومكان العفاف وعفاف. كيف ما كتشوفوا غادي في هذا الجو زوين مضبط بارد. يا سلام، عرفتوا شنو؟ يا سلام يا سلام. والناس اللي بغاو يخرجوا ولا شي حاجه بحال هاد الخرجات، هاد لوبانا ترافل كيدير غير الخرجات اللي بحال هكا، الكواد، جيت سكي، الباراشوت، الكارتينغ. المهم شي حاجه اللي فيها الحماس. كنصحكم الناس اللي فيها كادير وبغاو يخرجوا يتواصلوا مع ايوب، خلي لكم النمره ديالو، لي زانفو ديالو في الديسكريبسيون ولا يطلع لكم في الفيديو، تواصلوا معاه. وغادي نعفط دابا، ما مساليش ليكم، غادي نعفط. خجري مرق الليل بغاك العمار، الوليد الوليد، انا جيت انا جيت انا جيت شعلي نار. خجري مرق الليل بغاك العمار. والله الا يا سلام، احسن حاجه يديرها بنادم هي هادي، احسن حاجه يديرها بنادم هي يجرب بحال هادشي، حيت ما ماشي كان ما نقدرش نوصف لكم داك الاحساس ديال انك كتجرب شي حاجه عزيزه عليك باغي ديرها وتوصل ديرها. ماشي شي حاجه كبيره، ولكن المهم حوايج صغار كيفرحوا. لهذا كان ننصحكم بانكم ديروا داكشي اللي باغي ديروا. الماديات راه ما غاديش ندوم معنا كيف ما كنقولوا، يعني بنادم الا عنده شويه يتهلا في راسه، يتهلا في والديه، ويتهلا في عائلته، ما يخاف والو، راه ربي مع الجميع. بنادم يخسر على راسه شويه، يضحك، يخرج، ينشط، يدير حوايج زوينين، ما يديرش غير الحوايج الخايبين بطبيعه الحال. هذا مكان في الكونتور 60 61 61.
راح ادوستي في الكونتور. عاد واش يبان لكم ولا لا؟ وانا ما نمشيو لشي بلاصه الطريق طويله غنعفط لكم ونوريكم الكونتور. دابا غادي ب 40 كيلومتر في الساعه. فين غادي؟ هو غادي عيطو الكوستا، عيطو الكونستاتور في الكونستاتور في سون ترافاي. راجعين ثلاثة وثلاثين كيلومتر بارير ثلاثة وثلاثين كيلومتر ساعة. نمشي على حساب الغبرة. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، بارطاجيو الفيديو، الناس اللي بغاو تعلم اللي بغاو تواصلوا معاه، نخلي لكم النمرة ديالو والفيسبوك ديالو، تواصلوا معاه، تهلاو في راسكم.